السلام عليكم مشاهدي قناة صدام العزي. أهلا بكم، نرحب بالسادة المشاهدين. هناك الكثير من القنوات الفضائية والعربية التي تقوم ببث أخبار العالم أولا بأول، وعلى رأس هذه القنوات قناة الجزيرة الشهيرة والتي تم افتتاحها عام 1996، ثم تليها قناة العربية التي تم افتتاحها عام 2003. وتمتلك هذه القنوات نخبة من ألمع الإعلاميين والمذيعين وأكثرهم ثقافة وكفاءة، والذين نالوا شهرة واسعة في الوطن العربي. ما بيني وبينكم ليست شاشة فقط، إنها عشرة عمر. ولكن رغم شهرة هؤلاء الإعلاميين، إلا أن الكثير منا يجهل عنهم الكثير جدا من المعلومات والتفاصيل. واليوم جئت لكم بهذا الفيديو والذي سأعرض لكم فيه جنسيات وديانات أشهر عشرة إعلاميين من مذيعي قناة الجزيرة والعربية. بينهم مذيعين لن تصدق أنهم غير مسلمين ويعتنقوا ديانات أخرى. هلق أنت جاي من اليمن وجاي تعمل لي مسرحيات وكذا؟ يا زلمي أنا ماسوني وصهيوني وسلفي وبراغماتي وحنفركوشي وشنكليشي وحنكليشي وقنطريشي، بدأ غير هيك؟ لكن قبل البدء، ضع إعجابك بالفيديو لأراكم شخص محب لهذه النوعية من الفيديوهات. ناخذ سلفي. أولا، غادة عويس، مذيعة وصحفية لبنانية وإحدى أهم الكوادر الإعلامية في قناة الجزيرة الفضائية، حيث التحقت غادة عويس بقناة الجزيرة كمذيعة أخبار في عام 2006. وقد اشتهرت غادة عويس من خلال تقديم كل نشرات الأخبار والبرامج السياسية على القناة. جميل مزهر هو ووالده وجد جد جد جده ولد في فلسطين، إذن هنالك احتلال من قبلكم. وقد ولدت غادة في بيروت وتنتمي إلى عائلة مسيحية مارونية. محمد كريشان، أهلا بكم، نرحب بالسادة المشاهدين في جولتنا الإخبارية الحصاد بعد القليل. صحفي تونسي ويعتبر من أفضل المذيعين في قناة الجزيرة، حيث يقدم العديد من البرامج الإخبارية ومنها البرنامج الشهير ما وراء الخبر. ودائما ما يظهر محمد كريشان وهو يحاور الشخصيات السياسية والفكرية، وأما ديانته فهي الإسلام. إلى جولتنا الرياضية مع حمزة رادي. المتوقع على يمينك يسارك. تتوقع ثاني على يسارك صح؟ فيصل القاسم، أحد أبرز الإعلاميين في قناة الجزيرة والإعلامية الأكثر جدلا على الإطلاق. يا أخي أنا لا عجبني كلامه ولا عجبني كلامك. قال لك بدي أسألك، أنت صار لك ربع ساعة بتحكي، لو ترجمت لك كلامك للإنجليزي والله العظيم ما في ولا جملة مفيدة أقول لك إياها. سوري الأصل، حيث ولد في قرية الثعلة بمحافظة السويداء السورية، ويحمل الآن الجنسية البريطانية. وقد عمل فيصل القاسم لأول مرة كمقدم برامج في تلفزيون الام بي سي عام 1991. ثم مقدم برامج إخبارية في قناة البي بي سي العربية، ثم انتقل بعد ذلك للعمل في قناة الجزيرة واكتسب منها شهرة كبيرة من خلال برنامجه الأسبوعي الاتجاه المعاكس، والذي يعتبر من أشهر برامج قناة الجزيرة حتى الآن. وقد حظى الدكتور فيصل القاسم بالفوز بوسام التميز لأكثر الشخصيات تأثيرا في العالم للعام 2014. وفي العام 2018 أيضا فاز الدكتور فيصل بالمركز الثاني ضمن أكثر 100 شخصية فكرية وثقافية وإعلامية مؤثرة في العالم العربي. وأما ديانته فهو ينحدر إلى الطائفة الدرزية في سوريا، والدروز هي عرقية دينية باطنية، حيث يعتبر المذهب الدرزي هو واحد من الجماعات الدينية الكبرى في بلاد الشام، ويصل تعداد الدروز إلى حوالي 1.5 مليون نسمة. وتعود أصول المذهب الدرزي إلى الإسماعيلية إحدى المذاهب الشيعية، وتختلف العادات الاجتماعية لدى الدروز بشكل ملحوظ عن تلك التي بين المسلمين والمسيحيين، حتى أن الكثير من المصادر تقول أن المذهب الدرزي ليس له علاقة بالإسلام،
والبعض الآخر يؤكد أن الدروز مسلمون. أنا ماسوني وصهيوني وسلفي وبراغماتي وحنفاكوشي وشنكليشي وحنكليشي وقنطريشي، بدأ غير هيك؟ سارة دندراوي. يا هلا يا قمر، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. اخبارك؟ ايش عندك؟ احنا على الهوا يا ابو نورة. إعلامية وصحفية سعودية من مواليد العاصمة الرياض، وتعتبر إحدى أهم كوادر قناة العربية، وهي ابنة الكاتب والأديب السعودي محمد صلاح دندراوي، والذي يعد من أحد الرموز المهمة والبارزة في الساحة الأدبية والفكرية والثقافية في المملكة. وقد انضمت سارة دندراوي إلى قناة العربية عام 2005، وكانت بدايتها مراسلة للقناة. جميل. أنا حبيبتي لا أعرف شو إعلامي ولا شو بطاطسي. عادي إنك تقول لي حبيبتي يا دكتور. وقال آه طبعاً حبيبتي، أمال يعني عدوتي؟ هو الحب واقفة على اتنين في أوضة نوم. وتعتنق سارة الدين الإسلامي. إيمان بن نورة، الإعلامية التي تظهر تحت اسم إيمان عياد، فلسطينية الأصل من بلدة بيت ساحور، وتحمل حاليا الجنسية الأمريكية. انضمت إلى العمل على قناة الجزيرة عام 1999 كمذيعة أخبار ومقدمة برامج. ما بيني وبينكم ليست شاشة فقط، إنها عشرة عمر. غابت إيمان عن شاشة الجزيرة لأكثر من 3 أعوام بسبب إصابتها بمرض السرطان، ولكنها عادت بعدها للظهور على القناة، وقد انتشرت عنها الكثير من الإشاعات، ومن هذه الإشاعات أنها اعتنقت الدين الإسلامي، ولكنها ظهرت من جديد لتنفي إسلامها، حيث تعتنق إيمان الديانة المسيحية. جميل عازور، الإعلامي الأردني المخضرم وعمدة قناة الجزيرة، والذي التحق للعمل بها منذ بداية انطلاقتها عام 1996. 50 عاماً مرت منذ بداية مسيرة الإعلامية. وكان جميل عازور هو أول من وضع شعارها الرأي والرأي الآخر. وعرف جميل عازور بتقديمه للأخبار وهو متكئ على إحدى يديه، حتى أن الكثير من الفنانين الكوميديين يقوموا بتقليده. طبعاً تحية أول للفنان جميل عازور، طبعاً بنقلده حباً فيه. حباً فيه طبعاً. معنا الآن على الهاتف أستاذ أبو جودة، كيف تنظرون من موقعكم إلى هذه الحادثة؟ أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين من قناة الجزيرة، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر الأنباء. طبعاً هو مرة معرض يدي الأخبار والسبق العول متكاء ضروري إنه يتكي. أيوه. مشاهد الكرام، ما قالش من قناة الجزيرة في قطر، قال من قناة القطيرة في جزر. وضحك. وأما ديانته فهي المسيحية. خديجة بن قنة، تعتبر الإعلامية خديجة بن قنة واحدة من أعمدة قناة الجزيرة، حيث عملت مقدمة للأخبار ولبرامج حوارية في قناة الجزيرة منذ بدأ بثها عام 1996. مشاهدينا الكرام أهلا بكم، هذه نشرة أخبار 6:30 بتوقيت غرينتش من قناة الجزيرة في قطر، ومعكم خديجة بن قنة. وتعتبر خديجة من الجيل المؤسس للقناة، وقد وصفتها شركة فوربس الأمريكية عام 2006 من النساء 10 الأكثر تأثيراً في العالم العربي، وتعتبر خديجة من الإعلاميين المناصرين بقوة للقضية الفلسطينية، وأما جنسيتها فهي الجزائرية. مرحبا بكم، شرفنا سراش البد زيارة، ورحبوا بكم ثم تاني إن شاء الله لقدر يزورنا، وأنا مقرب نجي إن شاء الله تاني للزائر. وتعتنق خديجة الدين الإسلامي. جمال ريان، أحد أبرز وأشهر المذيعين في قناة الجزيرة. جزيرة لا تهزها الأمواج، على العهد مع جمهورها لا تخذله ولا يخذلها. فلسطيني الأصل ويحمل الجنسية الأردنية، بدأ مشواره في الإعلام مقدما للأخبار في التلفزيون الأردني عام 1974، ثم التحق بقناة الجزيرة الفضائية في قطر عام 1996 ليكون أول مذيع يظهر على شاشة القناة، وليصبح من أهم كوادرها. أهلا بكم، هذه أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر. ويعتبر جمال ريان من أهم الداعمين للقضية الفلسطينية. سألوني عن الجنة أقول ريان. ويعتنق جمال ريان الدين الإسلامي.
في باب نعم هناك لا يدخل الا الصائمون. والله انت جمال ريان. نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية في قناة العربية وقناة الحدث، وتعتبر من أهم رموز ومذيعي قناة العربية. وأما عن ديانتها فهناك غموض كبير ولم يتم ذكر من قبل في وسائل الإعلام عن ديانتها، وهي لم تذكر هذا أبدا، ولكن الكثير يقولون أنها مسلمة. اشتقت لسوريا حبيب قلبي. زعلان؟ يعني أكيد بدك ترجع تلاقي بيتك مهدم ما بدك تلاقي شيء. في الختام، من هو الإعلامي والإعلامية الذي كنت تظن أنه مسلم ولكنك تفاجأت في الأخير بعكس ذلك؟ ومن هو الإعلامي الذي ينتمي إلى بلدك؟ شاركنا رأيك في التعليقات.